اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا بنتكلم على وسام الاحترام واللي منحته جريده روزا اليوسف الى كابتن محمود الخطيب. علشان كده معانا على التليفون الاستاذ احمد الباشا رئيس تحرير جريده روزا اليوسف. استاذ احمد برحب بحضرتك. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. طبعا يعني اكيد طبعا اسئله كتيره جدا عايز اسالها لحضرتك، لكن في البدايه عايز اعرف الفكره او يعني الدوافع اللي خلت حضرتك تنفذ هذه الفكره وفي نفس الوقت تهديه الى الكابتن محمود الخطيب. بدايه خليني اقول لك، وسام الاحترام هو تقليد ارسلته جريده روزا اليوسف وتمنحه للشخصيات المصريه الوطنيه ذات الافعال الكبيره والنبيله والمؤثره في المجتمع المصري. وربما حصل على هذا الوسام كبار الشخصيات المصريه، وهو احنا بنفخر في روزا اليوسف ان احنا بنهديه هذا الاسبوع للكابتن الكبير محمود الخطيب. محمود الخطيب يستحق اكثر من وسام احترام. يمكن انا واحد من الناس، يمكن اكبر شويه، وعشت وشجعت النادي الاهلي لما شفت محمود الخطيب في الملعب. شفت دماسه اخلاقه، شفت مهاراته، شفت موهبته، وبعدين تتبعت سيره ومسيره محمود الخطيب وهو اداري ناجح وصولا الى ان يراس القلعه الحمراء. عبر تاريخ محمود الخطيب سواء لاعب او اداري، نحن امام شخصيه نبيله، شخصيه بترسي الروح الرياضيه، ادت كتير لوطنها، ادت كتير لبلدها، ادت كتير للقلعه الحمراء والنادي الاهلي. كتير جدا لما بنقف قدام شخصيه محمود الخطيب نشوف تجربته حتى من زمان، كان هو وكابتن حسن شحاته كابتن نادي الزمالك، ازاي هما الاثنين ارسوا الروح الرياضيه والاخاء بين الفريقين، وفي يوم من الايام كانوا في الملعب وراحوا شجعوا ولبسوا فانيلات، متبادل فانيلات بينهم وبين بعضهم، وراحوا شجعوا جماهير الاهلي والزمالك. في اليوم دوت الجمهور هتف لاول مره بعيدا ونبذ التعصب ونبذ الشتائم بشكل كبير جدا. يمكن احنا في احوج الحاجات ديت النهارده، ويمكن كابتن محمود الخطيب يرسي هذا الامر يمكن في الازمات الفتره الاخيره بالزبط. هو اثر الصمت طبعا جزء من تاكيد على النبل وعلى احترامه لشخصه. هو يستحق ما هو من اكثر من وسام احترام. دوت ما ينفيش احترامنا الكبير لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك العظيمه، ويمكن حتى وان كنت انا اهلاوي وبشجع النادي الاهلي من صغري، لكن يمكن والدي زملكاوي وكانت العلاقه بيننا يعني ابو وابنه، وكانت علاقه لطيفه جدا. احنا عايزين ننقل العلاقه ديت من البيوت للملاعب مره ثانيه، للسوشيال ميديا اللي بدات تتحول الى منصات للتعصب والتطاول. احنا عايزين نرسي المبادئ مره ثانيه. يمكن ما كانش في مصر في الوسط الرياضي افضل من محمود الخطيب ان احنا نمنحه هذا الوسام تقديرا لسيره ومسيره طويله نتمنى انها تمتد كمان ويرجع لنا مشافه معافى باذن الله. استاذ احمد، يمكن وسام الاحترام في الفتره الحاليه زي ما حضرتك عارف طبعا يعني في مشاكل كتير او في كلام كتير، لكن هل حضرتك شايف ان زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان السوشيال ميديا ممكن تتناول بعض الاخبار السلبيه اكثر من الايجابيه، هل حضرتك شايف للصحافه ممكن يكون ليها دور علشان نقدر نرجع الاخلاق اللي كانت موجوده في كره القدم وفي الرياضه بشكل عام الفتره اللي جايه؟ مش هنكر على حضرتك ومش هنفي عن الصحافه الرياضيه دور لعبته في زياده التعصب الرياضي. حان الوقت ان احنا نرجع تاني. احنا بنشوف في العالم كله جماهير كل الفرق في الدوري الانجليزي قاعده قريبه من بعضها وبتشجع فريقها وبتسقف للفريق المهزوم، بتسقف للفريق الكسبان بكل الاحترام وبكل الود. مفيش حتى في الملاعب العالميه حاجز ما بين الجمهور وما بين الملاعب. احنا عايزين نوصل بالحاله دي في الدوري المصري والمباريات المصريه. عايزين تاني الجمهور يرجع يشجع بدون فواصل، يرجع تاني الاسره المصريه تكون موجوده في الملاعب، عايزين الجمهور يزين الملاعب مره تانيه. ده مش ان احنا الا بنفس التعصب، احنا لازم نرتقي شويه، لازم نربي اجيالنا وشبابنا الصغيرين، نفهمهم ان احنا كنا في يوم من الايام اهلاويه بنحب محمود الخطيب، لكن كنا بنحترم حسن شحاته وفاروق جعفر طبعا، وكنا بنستمتع بحسن شحاته وفاروق جعفر ومحمد عبد اللطيف. يمكن الناس دي انا كنت بتفرج عليها وانا بستمتع كمان طبعا، رغم ان هم كانوا منافسين طبعا. نفس الفكره، لازم كمان جمهور الزمالك يعرف ان
كتير جدا من جمهور الزمالك يمكن الاحترام وكل التقدير للكابتن محمود الخطيب، وكتير من جماهير الزمالك كانت ترفض الاساءه للكابتن محمود الخطيب باي حال من الاحوال وتعتبره رمز للرياضه المصريه. محمود الخطيب هو رمز للرياضه المصريه، هو تقدير لابد ان احنا نبني على هذا الوسام الاحترام، وان احنا ان شاء الله بيرجع بالشفاء ان شاء الله كابتن محمود الخطيب، ان احنا نبني على دوت وصولا مره ثانيه ان الجماهير ترجع تزين المدرجات، شبابنا لازم يشجع فريقه والشباب الفرق المنافسه تشجع فرقها بدون التطاول بدون ونبذ التعصب نفس الخلافات. الحالات اللي على السوشيال ميديا ممكن نهزر، ممكن نهرج، ممكن نحفل على السوشيال ميديا، بس باحترام وما نجرحش حد وما نوصلش دي مساحه من المساءات كنا نسيناها، ودي ما تتقش لا مع اخلاقنا ولا مع قيمنا ولا مع عاداتنا ولا حتى مع اديانا. استاذ احمد يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، الاستاذ احمد باشا رئيس تحرير جريده روز اليوسف. تعالوا نشوف الاهلي في